القرآن يمنع علينا منعا كليا على قتل الروح، على قتل النفس التي هي نفس مقدسة في الدين الإسلامي، وهذا القتل ما جاءت به لا الأديان ولا الأخلاقيات ولا أي شيء. فكل هؤلاء الذين يقولون إما أتوا بالنكسر، أتوا ببعض لا في ظروف معينة، لكن تجديد الخطاب والآن ولا أحد يقول ويفتي بأن ولا دين يشرع بالأحرى الدين الإسلامي يشرع بقتل النفس. وهذه الجماعات المتطرفة الإرهابية تأخذ منبعها من الشبكة العنكبوتية بالفعل، وتأخذ من أفواه هؤلاء الذين يحرضون الناس على القتل. وأنا أتفق مع ضيفكم الكريم وأحيي على يديه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأت أنا بفقه لأنني لست فقيها، وما تعلمت من السنة النبوية فهو الاحترام وقداسة الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما دمي وعندما تعرض للشتم وللضرب من كفار قريش فدعا لهم بالهداية. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء صحابي وقتل إنسان كان لا يؤمن بالإسلام، فقال الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال له أقتلته؟ أشققت على قلبه؟ فكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصينا على الاحترام المتبادل وعلى التعايش مع الآخر؟ فأنا أعطيك مثلا، فهؤلاء الذين قتلوا إذا كان هذا صحيح فقتلوا بهتانا وبطلانا، ففيهم اليهودي وفيهم الغير المتدين وفيهم المسلم، فهناك جزائري وهناك مغاربة وهناك تونسيين، فالشيء كانوا مجتمعين، فهذا هو التعايش. والله أنا مع من يطالب بتجديد الخطاب الديني، لكن الدين ليس جديد، يعني ننبعث من ثوابت، وثوابت القرآن والسنة النبوية تبقى ثابتة. بعض الأمور وقيلت في مناسبات أو في أثناء الحرب أو أثناء، لا بد أن يعاد النظر فيها، وهذا من يقال هذه بلاد الكفر وبلاد الإيمان، فهذا خطاب لم يبقى يساير العصر. لم يبقى بالنسبة لك ولا بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة لآخرين هذا خطاب ما زال ساري المفعول. لا يا أخي، العالم أصبح قرية صغيرة، قرية صغيرة. فكيف نقول هذا هنا بلاد الكفر في البلاد؟ بلاد واحدة. لا يمكن. فهذا ربما كانت في وقت من بعض الأحيان كانت حروب وكانت الحدود مغلقة وكانت بلدان تسيء إلى الدين وتعاديه وتحاربه، فهذه كانت موجودة، لكن الآن لم يصبح أحد يحارب الأديان ولا إلا أصبح البعض يستغل الجهل الناس. فهؤلاء الذين مثلا يقومون الآن بهذه العمليات، خاصة وأنا أتكلم على فرنسا، فهم خريجي السجون، فهم لهم سوابق عدلية وسوابق وإجرامات اجتماعية، فلا أحد يعرف منهم حتى تفسير آية من القرآن أو حتى يحفظها. فكيف أنه هذا يأتي ويقول أنه اتبع الشيخ الفلاني أو اتبع الشيخ الفلاني؟ فهذه هناك مصالح تجمع هؤلاء، تجمع الناس الذين الإرهابيين، وأنا لا أسمي الدولة لأن الدولة لها معايير، فهذه جاءت منذ دقائق وسميت بالدولة الإسلامية. لا هي دولة ولا هي إسلامية.